مرحبا يا أطفال، اليوم سأحدثكم عن رجل معروف في كل الكتاب المقدس، إنه أبرام أبو المؤمنين. ستفهم في هذه القصة لماذا يدعى كذلك. أبرام يعيش مع عائلته، أبوه، إخوته وكل الثروات التي يمتلكونها، لأنهم أثرياء. عندهم كثيرا من الخدم يساعدونهم في تربية المواشي، لأن هذا هو عملهم. أبرام تزوج مع ساراي التي هي عقر. هذا يعتبر مصدر حزن كبير بالنسبة لهما، لأن هل تتذكر أن الله قد أمر لنوح وأبنائه أن ينجبوا كثيرا من الأولاد كي تمتلئ الأرض بعد الفيضان الذي عاشته؟ النساء اللواتي لا ينجبن يقال عنهن عقر. الناس لا يحبهن ويسخرون منهن ويحتقرهن، فغالبا ما رجالهن يتزوجون بامرأة أخرى. لكن قصتنا هذه هي قصة حب جميلة، لأن أبرام لم يرد أبدا أن يتزوج بامرأة أخرى أو ينفصل عن ساراي لأنه يحبها كثيرا. يجب القول أن ساراي فائقة الجمال، كل الناس معجبين بجمالها. في أحد الأيام حدث الله أبرام ووعده وعدا عظيما. سفر التكوين 12:2-3. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. بارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. مصير كل العالم يقف على أبرام. الذين يحبونه سيباركون من طرف الله، والآخرين سيلعنون. أبرام مختار من طرف الله، لكن الله طلب منه تضحية. التضحية تتمثل في عمل شيء صعب جدا. الله علم لأبرام أن يؤمن وأن يثق به، وهذا يتطلب الوقت. سفر التكوين 12:1. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. في ذلك الزمان شيء لا يمر في الذهن أن يترك الشخص عائلته أو بلده، والسفر لم يكن سهلا مثل عصرنا. فبالعكس، الناس يتجمعون في مكان خاص كي يعيشوا فيه للمحاربة من الأعداء واللصوص. أسوأ من هذا، فإن في تلك الفترة تذهب إلى مكان لا تعرفه، تسافر وتمشي حتى يقول الله لك: توقف، هذا هو المكان. إنه لا أمر صعب حتى في زماننا هذا. لكن أبرام عرف قصة نوح والطوفان، عرف هذا الرب الذي صنع ذلك، فقلبه مستعد كي يطيعه. إذن أخذ زوجته وحفيده لوط وذهب مع كل أملاكه، خدمه ومواشيه. فقد مكثوا في خيم أثناء سفرهم الطويل حتى بلاد كنعان. سفر التكوين 12:7. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. لكن هالمشاكل قد بدأت. هكذا هي الأمور. يجب أن تعلم أن الله يعرفنا على شخصه لما نمر بأوقات صعبة حيث نحتاج إليه. هنا يجب أن نقرر أن نضع ثقتنا فيه أو العكس، نبحث نحن بأنفسنا عن حلول لمشاكلنا، لأن السير مع الله ليس بأمر سهل، بل يتطلب الإيمان المتمثل في التصديق فيما لا نراه ولكنه موجود. الآن لما وصل أبرام إلى الأرض الموعودة من الله، أرض كنعان، فهل جفاف قد مسها؟ إنها المجاعة. كل الذين رحلوا مع أبرام جاعوا، وعددهم كبير جدا. ما الحل الآن؟ أبرام هو القائد، يجب عليه أن يجد حلا كي ينقذهم من الموت. لكن لم يطلب النجدة من الله، بل رأى أن هناك أكل متوفر في البلد المجاور مصر. إذن قرر أن يعيش فيه لمدة زمنية معينة، لكنه خاف من شيء واحد. سفر التكوين 12:11. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته:
إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. وهذا ما حدث بالضبط. أخذ فرعون ساراي إلى قصره لكي يجعلها زوجة له، لكن الله تدخل كي ينقذها. سفر التكوين 12-17. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. ففرعون طرد من مصر أبرام زوجته وكل من أخذ معه. يا لها من حكاية. نعم، أبرام قد أخطأ خطأ كبير لأنه لم يثق في الله، بل غلبه الخوف. الله في محبته حول الشر إلى الخير، فقد بيّن لأبرام وساراي أنه يتحكم في جميع الأمور ويهتم بهما. تعلم الوعد الذي أعطاه الله لأبرام، سأجعل منك أمة كبيرة، وهذا يعني أن أبرام سينجب أطفالا، لذلك يجب أن يعيش. لكن ساراي عقر ومسنة، أبرام يعلم أنها لا يمكن أن تنجب. هذا هو الإيمان. طلب منه الله أن يؤمن أنه سيعمل شيء مستحيل معه. حقا إنه شيء صعب جدا، لكن أنت أيضا إذا آمنت بالله فإنه سيمتحن إيمانك في أمور صعبة هو وحده يستطيع حلها. لا تقلق، الله صبور معنا. على كل حال، أبرام وساراي فهم الدرس، الله لم يلمهما. لما رجع أبرام إلى كنعان صلى لله، فالله وعده بوعد رائع. سفر التكوين 16. واجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. أجيال قادمة، ليس أرض كنعان فقط. هذا ما وعده الله مرة أخرى لأبرام، أي عدة أطفال سيولدون منه. دائما نحتاج أن يكرر الله كلامه كي نصدقه ونثق به، فلذلك يجب قراءة الكتاب المقدس دائما. سفر التكوين 15:1-6. بعد هذه الأمور صار كلام الرب لأبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترسل لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أريعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. الأعوام قد مضت وأبرام ليس عنده أولاد بعد. مرة أخرى يبحث في فهم الأمر وعن حل لمشكلته، لأنه يعلم أن الله لا يكذب. إذن لما رأى أن لا أولاد له بعد، فكر وقال: لا بد أن الله كلمني عن أليعازر الذي رباه كابن له. أليعازر رجل مطيع وحكيم، فأبرام يثق فيه. لكن لا، الله أكد لأبرام أنه لا يتكلم عن أليعازر، بل أبناءه سيخرجون من أحشائه هو، وعددهم سيكون كبير كنجوم السماء، وما يعده الله فسيصنعه. رمية 4. فأبرام قرر أن يصدق الله رغم صعوبة الأمر، والشيء الأكثر صعوبة بالنسبة له هو الانتظار. الآن أبرام أصبح كبيرا في السن، لكن الإيمان هو قرار يؤخذ وليس بإحساس، ولا يجب قول نعم ولكن. مرت سنة منذ أن وعد الله أبرام للمرة الأولى. يوما حدثه الله مرة أخرى فوعده أنه سيكون له ولد، وذلك مع ساراي زوجته. صنع عهد معه فغير اسمهما فأصبح أبراهام وسارة. ثم أعطى الله إشارة لأبرام التي تبين أن أبراهام وكل من معه أنهم شعب الله، وهذه الإشارة تتمثل في الختان.
الختان يخص كل الأطفال الذكور، لكن هذه المرة كل الذكور قد اختتنوا، حتى أبرام الذي عمره 99 سنة. قد اختار الله شعبا يسير في طاعته، فهو سيختلف عن جميع شعوب العالم. من هذه الفترة كل الحكايات الموجودة في العهد القديم من الكتاب المقدس تتحدث عن شعب الله المختار والذي بدأ مع أبراهام. سفر التكوين 17:5: فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك أبراهام، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. وعد الله لأبرام أن سارة ستنجب ولداً وستسميه إسحاق، بما أنهما مسنان فهذا الوعد أضحكهما، فالاسم إسحاق معناه يضحك. لا تنسى أن الله إله المستحيل والمعجزات، فهو يفي بوعوده مهما طال الزمن، وفي وقت الانتظار فهو يبني إيماننا وثقتنا به. إذن ضع أنت أيضاً فيه ثقتك، أعطي له قلبك، فإنك سترى المعجزات التي يريد أن يصنعها لك ومعك. رومية 24:21: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطياً مجداً لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً. في القصة الأخرى سأروي لك قصة سارة، إسحاق وباقي قصة أبراهام. لنصلي الآن. ربنا شكرا لك لهذه القصة الرائعة لأبراهام وسارة. شكرا لك لأنك اخترتهما كي تصنع شعبا مؤمنا، شعب الله. شكرا لك لأن عبر هذه القصة فإنك تعلمنا كيف نضع فيك الثقة. يجب أن نضع فيك كل الثقة رغم أننا لا نفهم ما تريده منا، وذلك دون أن نشك أو نجادل في الأمر. ساعدنا كي نؤمن بك ونسير معك. آمين. إذن اليوم لن نقرأ كل القصة لأنها تتمثل في عدة أشطر. في الكتاب الأول من الكتاب المقدس في العهد القديم سفر التكوين 12-18 ترى أنها طويلة جداً. لقد قرأنا بعض الآيات معاً، وإذا أردت قراءة كل القصة فتستطيع ذلك في الكتاب المقدس الذي تجده في موقعي. القصة انتهت اليوم. أقول لكم إلى اللقاء إلى قصة أخرى.